دوليا، ومع بدء تضرر الاقتصاد العالمي بسبب الحجر الصحي المفروض على أغلب البلدان العظمى وغيرها، دعت منظمة الصحة العالمية دول أمس الجمعة إلى توخي الحذر بخصوص رفع القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا، كما حذرت من أن الوضع يتفاقم في إفريقيا. وقال المدير العام لمنظمة في مؤتمر صحفي أن المنظمة تود أن تشهد تخفيفا في القيود، لكن في الوقت نفسه فإن رفع القيود قد يؤدي إلى عودة فتاكة للفيروس. وأضاف أن هناك تباطؤا في انتشار الوباء في بعض البلدان الأوروبية، لا سيما إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، لكن هناك تسارعا مقلقا في انتشار في دول أخرى.